السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد جاء في بيان عن نسبة الناجحين في شهادة البكالوريا في موقع وزارة التربية الوطنية حيث تبلغ النسبة 54.56%، وقد أصدر هذا الخبر اليوم 18 يوليو 2019 في الوقت الذي تم فتح موقع وزارة التربية الخاص بإعلان النتائج. فألف مبروك وألف مبروك للفائزين، والله الموفق للصواب، والسلام عليكم.